وبكل فخر واعتزاز ارفع راسك انت سعودي. انا سعودي انا سعودي، نعم وامجادي شهودي، واظهر ارضي في الدنيا تراها ارضي وحدودي. وعز ما غربت شمسه، انا مجد رسم نفسه، وعز ما غربت شمسه، انا يبصم لي التاريخ وتتفاخر بي حسودي. انا سعودي انا سعودي، نعم وامجادي شهودي، سعود يا رهل الكرم والجود، شعار السيف والتوحيد وبس للخالق سجودي. انا سعودي انا سعودي، نعم وامجادي شهودي، تراها تراها ارضي وحدودي. واذا تامرني افداها، احب
هواها وإذا تامرني أفداها لأني عاشق وعشقي كرار الدم جدودي يا سعودي يا سعودي نعم 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 عاش سلمان يا بلادي عاش سلمان عاش سلمان ملكنا عاش سلمان عاش سلمان يا بلادي عاش سلمان عاش سلمان ملكنا عاش سلمان والشعب كله يردد عاش سلمان والشعب كله يردد عاش سلمان عاش سلمان يا بلادي سلمان غنت الدنيا وغنت البلد غنت الأمجاد لك يا أبو فهد غنت الدنيا وغنت البلد غنت الأمجاد لك يا أبو فهد تكتب الفرحة لك أحلى قصيد افتخرنا فيك يا وجه السعد تكتب الفرحة لك أحلى قصيد افتخرنا فيك يا وجه السعد أنت سلمان وإن وجد مثلك أنت سلمان وين وجد مثلك والشعب كله يردد عاش سلمان والشعب كله يردد عاش سلمان عاش سلمان يا بلادي عاش سلمان عاش سلمان عاش سلمان عاش سلمان شعبك الوافي ما للا درك يا عسى ربي بارك في خطاك شعبك الوافي ما للا درك يا عسى عمرك يا الغالي طول نزرع الأحلام ونقطفها معاك يا عسى عمرك يا الغالي طول تزرع الأحلام ونقطفها معاك أنت سلمان وإن وجد مثلك أنت سلمان وين وجد مثلك والشعب كله يردد عاش سلمان والشعب كله يردد عاش سلمان عاش سلمان عاش سلمان يا بلادي عاش سلمان عاش سلمان عاش سلمان عاش سلمان عاش سلمان يا بلادي عاش سلمان 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 الوطن بخير إذا قسمنا الساعة وعزنا
بعد نجاح حفل البارحة لمركز حي النهضة بنصفة الإمام الوطني ونحن نعقبه بيوم الآن، إيش تحب تقدم رسالة أو كلمة؟ أول شيء أحب أقدم جزيل الشكر لكل من ساهم معنا للجهاد في احتفالية باليوم الوطني في مركز حي النهضة النموذجي ليلة البارحة، وهم مدارس اليسر العالمية، الأستاذة عائشة العتيبي والأستاذ زامل العتيبي والأستاذ علي الدهل والأستاذ عبد الله سمرقدني وفريق توب 1 للدراجات النارية محمد بالطيف والشؤون الصحية بمحافظة مدينة جدة وجمعية أطفال الآمنة الأستاذ أحمد الأحمدي وملتقى الحوار الثقافي الأستاذ فهد الطائفي وشركة مرسال في تنظيم الحفل الأستاذ ناصر الفرحان وأكاديمية الشباب حي النهضة الأستاذ عبد العزيز باع عبد الله والشكر تقدير لجميع أعضاء مجلس حي النهضة على مساهمتهم لتنظيم هذا الحفل وكل لهم الشكر. ومع خاص امتناني وشكري لأهالي حي النهضة ولجميع الحضور ومن شاركنا فرحتنا باليوم الوطني من شعراء وفنانين مثل الأستاذ عبد الملك خديدي والدكتور شاكر الحكير وأيضا الأستاذ عبد العزيز العواجي، والاحتفالية بهذا اليوم نعتز به ونفتخر ونشكر قيادتنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير عبد الله الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله ودام عزهم. والشكر والتقدير أيضا موصول لجميع المواطنين في هذا البلد المعطاء، ونشكر الله سبحانه وتعالى الأمن والأمان في بلدنا المملكة العربية السعودية، وشكرا لكم.